على مهروب. وش باقي من طموح ركان ابن ملهي؟ كثير. أقرب طموح ترى النور فيه، سيتحقق إن شاء الله. إنك تسولف عن طموحاتك، خلنا يجيبني يا أخي الشعراء لما يسهب ومفرد، والله العظيم. أنت تسولف عن طموحاتك، يجب أن تحترم نفسك. ف تجلس زين وتجاوب. هذا اللي استشهدت منك والله العظيم. لصت أن 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 أنت أن تتحدث عن طموحاتك، أن تتكلم عن طموحاتك، وأنت ما بعد وصلت للغاية اللي أنت بتوصلها. أشوف أن هذا شيء أنك ما احترمتها أساساً، مو ما احترمتها، تفقدها قيمتها. لا تفتح، شوف مهما كان حتى في أشياء واجد المفروض أنك ما تفتح، ما تفتح عيون أشياءك اللي في داخلك عليها بعد، مو بس الناس. فطموحك أو طموح اللي أنا بأوصل له، أنا شوف أنا ما عندي هدف بعيد المدى، أنا عندي هدف بعيد المدى. وأعتبر شغال على أهدافك، ترى أنك شغال عليها وبكل راحة بعد، يعني خارج مساحة الإعلام. لا، أنا وضعت لي أهداف داخل، أو حطيت لي أهداف داخل مساحة الإعلام. لأن نظرتي لا تسابق الزمن. دايش بك الوقت كالسيف اللي بتقطعه. بس أنا أتكلم أسابق الزمن في 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 الخطوة اللي حاول بدل ما أمشي خطوة في شيء اسمه التأجيل، لغة التأجيل. لغة شيء هذه. أنا ما يب عندي لغة التأجيل. أنا عندي إني أضع أو أحط قدام عيني الهدف اللي أنا أبيه وأمشي له بالتأني. بس انه ما في احد اسابق، لاني ماني بحاط لي على هدف فيه شخص واحد، او هدف بيزاحمني فيه شخص اخر، او عبد الله الروقي والله في المكان المعين انا هدفي اني اوصل للمكان اللي هو فيه عبد الله. طب اذا وصلت المكان اللي فيه عبد الله، هذا شيء حلو، ما راح ازاحم عبد الله عليه. عبد الله له لان القمه تتسع الجميع. نعم، عبد الله له وجهته وانا لي وجهتي، عبد الله له قناعاته وانا لي قناعاتي، عبد الله له اهدافه وانا لي اهداف. حتى لو نتشارك في بعض الاهداف عادي، ما فيها شيء. لما اجي فيها ما احاول اني ازيح عبد الله، بالعكس اذا حاولت اني ازيح عبد الله فهذا الشكوك تدور حول نفسي، اني ما عندي ثقه في نفسي. ولما يرن الجرس اعلم ان كلامك في عين الصواب، بل في ام عين الصواب. عندك ولا عندي؟ اتوقع انها عندك. عندي انا. يا صلاتي على وجه النبي. ارفع اتكلم. أه؟ ما هو بعيد. طيب خلني بتكلم انا اتاكد. لا عاد اك صغيره. الو 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 مين؟ طيب ابعتكم مراسله بين رشيد وستيري، كنت ذاك اليوم انا بحافظ زين.